حياكم الله مشاهدينا، راح أخذكم لأبرز الأخبار السريعة بفقرة جود نيوز، ورح نبدأها مع أول خبر. احتضن المركز الثقافي الفني في جامعة جيهان بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان معرض نوار للفن التشكيلي بمشاركة 62 فنانة تشكيلية، ويستمر حتى 11 مارس القادم. وتضمن المعرض لوحات فنية تشكيلية تعبر عن رؤية الفنانات للواقع والجمال والأحاسيس الأنثوية والانتماء للوطن، حيث حاولنا من خلال أعمالهن الإبداعية دعم الثقافة الفنية الخاصة بالمرأة العراقية وحضورها دائم في ساحات الثقافة والفنون. ننتقل إلى خبرنا الثاني. وقعت شركة نقل الطاقة العراقية مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية اتفاق انطلاق تزويد العراق بالكهرباء، حيث سيستلم العراق 40 ميجا وات في المرحلة الأولى. وأعلن المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة أن جميع الأمور الفنية في محطة الريشة جاهزة بحسب ما نقلته وسائل إعلام أردنية، سيما وأن المرحلة الثانية سينتهي تجهيزها خلال العام الربع الثالث من العام الحالي، حيث سترفع كمية الكهرباء التي ستصل للعراق إلى 150 ميجا وات. انتقل إلى خبرنا الثالث. حصل الدكتور حسين علي كاظم على 7 براءات اختراع في مجال تحضير بعض المركبات الحلقية غير المتجانسة في مادة الكيمياء العضوية، إضافة إلى نشر 20 بحث علمي في مجالات علمية مختلفة ومصنفة عالميا، فضلا عن حصوله على العديد من الجوائز لدى مشاركته في المؤتمرات العلمية على مستوى الجامعات العراقية والعربية والدولية. ومن براءات الاختراع التي حصل عليها حسين مع باحثين آخرين تخليق دواء جديد كمضاد للديدان والطفيليات التي تصيب القطط، وأيضا تحضير مادة يمكن استخدامها لمعالجة سرطان الثدي. أما خبرنا الأخير لهذا اليوم، قرر أحد الشابان في محافظة واسط أن يعمل على تنفيذ فكرة المشروع الخاصة به، حيث قام بافتتاح محل بقالة ولكن بتوجه مختلف تماما. لذلك بدأ رحلته بكمية قليلة من البضائع، وتطور عمله ليشمل محله تشكيلة واسعة من الفواكه الاستوائية والنادرة. تميز مشروع الشاب بفضله تكون الفواكه والخضروات النادرة والتي وجدت قبولا كبيرا من زبائنه، خاصة أن بضاعته تتميز بجودة عالية وطريقة ترتيب قلما نجدها في الأسواق. مشاهدينا، هذه كانت أبرز أخبارنا لهذا اليوم، شكرا لكم.